لين محمد تفاجئهم نيسان تستقبل خطيبها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع لينا محمد اللي شاركت مجموعة من الستوريات صرحت من خلالهم انه هي راحت لإيفنت سيفورا. هاي جايز، كيفكم؟ اليوم جايين على إيفنت سيفورا و ما وجدتكم الأوتفيت، ما وجدتكم الميك اب لأنه كنت كتير مستعجلة. مبدئيا يعني أنا أول شي عملت ميك اب شعر، ما عملت شعري، رحت سويت بالصالون، لبست، عملت الميك اب، رحت على الصالون سويت شعراتي، سويت أظافري. نمر إلى بسن إسماعيل اللي شاركت مقطع وهي عم تستنى خطيبها لا يجي ياخدها مشان تستقبل أحدها في المطار، والجمهور بيتوقع إنه بسن بلشت تستقبل المعازيم لحفلة خطوبتها. هلأ جاي خطيبي، جاي محمود، هلأ رايح معي لحتى أجيب شخص من المطار، راح أورجيكم مين لما أوصل لهنيك. صار سامي قال لي جهزي حالك جهزي حالك، وهلا شوي بده يوصل، انا لسه ما لبست، انا لسه بالبيجامه، فوالله الله يفضحني، هلا استنوا شوي. ايش جابني مو لابسه؟ قال لي انت بتنقي علي وانت مش لابسه بعدك وانت مو جهزي حالك. لا وانا قاعده بريلاكس عم صور ستوريات، امور لوز.